السلام عليكم وأهلا بكم. هنتكلم النهاردة عن مشروعين مهمين جدا، خصوصا بعد اتجاه مصر مؤخرا لتعظيم استغلال مواردها المائية وإيجاد حلول بديلة لمياه النيل المحدودة. وهنا بيظهر مشروع عملاق غير مستغل وهو منخفض الأطارة، الكنز المدفون لسنين طويلة واللي ممكن يحول الصحراء الغربية لجنة خضراء. منخفض الأطارة ممكن يتم استغلاله بطريقتين مختلفتين، أولا من خلال إيصاله بالنيل مباشرة، وقتها هيكون عندك أكبر بحيرة مياه عذبة بأربع أضعاف مساحة بحيرة ناصر، أو من خلال إيصاله بالبحر المتوسط وتحلية مياه البحر، وقتها هتولد الكهرباء وهتحصل برضو على مياه عذبة للزراعة. الخبراء نفسهم انقسموا حول الرأيين دول، هنشوف أي مقترح منهم أفيد وأقرب للتنفيذ وإيه المميزات والعيوب لكل مقترح فيهم. هنعرف كل التفاصيل، تابعونا لآخر الفيديو. في البداية عايزين نعرف إيه هو منخفض الأطارة وفين مكانه بالظبط. منخفض الأطارة عبارة عن منخفض عظيم موجود في الصحراء الغربية بمحافظة مطروح. المنخفض ممتد من الشرق للغرب، وطرفه الشرقي بيقترب بشكل كبير من البحر المتوسط عند منطقة العالمين. مساحته حوالي 20,000 كيلومتر مربع، وطوله حوالي 298 كيلومتر، وعرضه حوالي 80 كيلومتر. أما عمقه فبيصل ل 145 متر تحت مستوى سطح البحر. يعني المنخفض عبارة عن بحيرة صناعية عظيمة مساحتها بتزيد عن 5 مليون فدان، لكنها فاضية وما فيهاش مية. نفكركم اننا كنا عملنا جزء اول عن منخفض الأطارة، هتلاقوا الفيديو بتاعه موجود في شاشة النهاية في اخر دقيقة بالفيديو، اتكلمنا فيه ازاي ممكن يتم ربط المنخفض بالبحر المتوسط، ولقينا تفاعل كبير منكم واسئلة كتيرة ومهمة جدا، وكان في اختلافات كتيرة في الاراء ما بين المشروع ناجح او المشروع فيه عيوب، وربط المنخفض بالنيل هيكون افضل من ربطه بالبحر. هنجاوب على كل ده النهاردة، وهنقارن بين المشروعين ونشوف مين فيهم الافضل. هنبدأ بمقترح ربط المنخفض بالنيل. المقترح ده بيدعمه دكتور عبد العظيم طنطاوي رئيس مركز البحوث الزراعية السابق، ودكتور محمد حسن خبير جيولوجي ومقيم بإنجلترا، وبيعتمد على نظرية ربط المنخفض بالنيل عن طريق خط أنابيب عملاق هينقل مياه النيل من فرع رشيد للمنخفض. وبيقول إن مصر بالطريقة دي هتحقق مكاسب كبيرة، أولها تحويل مسار فرع رشيد اللي كان بيصب في البحر المتوسط وتحويله للمنخفض وملئ مساحته بالمياه العذبة، وبالتالي هيتم خلق مجتمعات عمرانية جديدة واستثمارات زراعية وصناعية وسياحية، وكمان هيوفر ثروة سمكية ضخمة. تعليقنا على مشروع الربط بالنيل انه تغافل عن شيء مهم جدا، وهو تحويل مسار فرع الرشيد من مكانه الطبيعي اللي ممكن يعمل خلل في التوازن البيئي، لان التقاء مياه النيل مع مياه البحر المتوسط في فرع رشيد ودمياط زي سد طبيعي بيحمي الدلتا من مياه البحر انها تتمدد وتاكل شواطئها، والمياه العذبة اصلا مش بتختلط بمياه البحر، والدليل على كده نص قرآني. وكمان مؤخرا العلم اكد ان الكلام ده صحيح ومظبوط، لان كثافة مياه البحر اعلى بكتير من كثافة المياه العذبة، وبالتالي مستحيل تختلط. تاني واهم سبب ازاي مصر تكون بتواجه عجز مائي وتضحي بمياه النيل اللي مش مكفية احتياجات الزراعة وتحولها لمنخفض عظيم مساحته 20,000 كيلومتر مربع، ومنين هتوفر مية لكل المساحة دي؟ كمان المنخفض تربطه كلها أملاح، وبالتالي هتفسد المية العذبة وتحولها لمية ملحة، ويبقى كأنك ما عملتش أي حاجة. أما عن المقترح التاني وهو ربط المنخفض بالبحر المتوسط، فالفكرة دي بيدعمها الأغلبية ومن زمان، من أكتر من 100 سنة. فكرة المشروع بتعتمد على ربط المنخفض بالبحر المتوسط عن طريق شق قناة مائية طولها 75 كيلومتر، هتنقل مية البحر من العالمين إلى منخفض الأطارة، وبعد كده هيتم استغلال المية المندفعة من الأعلى للأسفل في تشغيل التوربينات الموجودة بالمنخفض، وبالتالي هيتم إنتاج طاقة كهربائية تقدر بأكتر من 4000 ميجا وات، يعني تقريبا ضعف اللي بينتجه السد العالي، وهيتم استغلال جزء من الطاقة الكهربائية في عملية تبخير لمياه المنخفض بهدف عمل استمطار مائي هيتم استخدامه في زراعة آلاف الأفدنة، والموضوع ده متعرف عليه في دول كتيرة ومفيد جدا وغير مكلف، وطبعا بيتم التحكم بطرق معينة في تحديد المكان اللي هينزل في المطر، وكمان هيتم تحلية مياه البحر بحيث هتوفر مياه عذبة وتشجع على التوسع العمراني والصناعي والسياحي اللي هيحصل في منطقة المنخفض لاحقا. أما موضوع التخوف من مياه البحر إنها هتأثر على المياه الجوفية وهتختلط بيها وتفسدها، فالكلام ده مش مظبوط ومش هيحصل،
لأن أسفل المنخفض موجود طبقة أو طفلة عازلة غير منفذة للمياه وبسمك كبير جدا، وكمان بعدها موجود طبقات تانية من الحجر الجيري، فدي كلها طبقات عازلة هتمنع من اختلاط المياه. ده غير ان مياه البحر اصلا مستحيل تختلط بالمياه العذبة لان كثافتهم مختلفة زي ما وضحنا في السابق، والدليل على كده ان المياه الجوفية دي موجودة من ملايين السنين وجات مياه المنخفض فوقيها وبعد كده تبخرت بدون اي تأثير على المياه الجوفية، فموضوع التأثير على خزان المياه الجوفية مش مظبوط. وبالنسبة لسؤال تاني، بعد ما يتملى المنخفض بمياه البحر ازاي هيستمر الملء وتدفق المياه لتوليد الكهرباء؟ دي عبارة عن عملية توازن او دورة بيتم فيها عملية بخر لمياه المنخفض بالاضافة لتحلية جزء كبير من المياه، وبالتالي انت بتفضيه باستمرار، وكمان لو في مياه زايدة هيتم تصريفها للبحر مرة تانية. اما بالنسبة لموضوع التخوف ان المنخفض يتحول لبحيرة شديدة الملوحة زي البحر الميت والسمك يبدأ يموت، فالكلام ده مش مظبوط لأن المنخفض بحيرة مساحته محصورة ومحدودة تقدر تستخرج منه الأملاح أول بأول، بالعكس ده هيكون منجم من الذهب الأبيض اللي هو ملح البحر واللي بتعتمد عليه كتير من الدول في اقتصادها كمصدر دخل. وبالنسبة لبعض التخوفات إن ملء المنخفض بالمياه سواء ملح أو عذبة ممكن ينتج عنه زلازل بسبب كمية المياه الضخمة، الكلام ده برضه مش مظبوط إلا في حالة واحدة بس، وهو ملء المنخفض مرة واحدة، لكن الملء هنا هيتم على فترة زمنية من 50 لـ60 سنة، فمش هيحصل زلازل ولا حاجة. وبالنسبة لمشكلة الاكتشافات البترولية اللي بتنفذها شركات البترول حاليا في المنخفض وموضوع ان ملء المنخفض هيكون عائق على عمل الشركات دي، الكلام ده مش صحيح. زمان كان فعلا الموضوع ده عائق قبل تطور طرق البحث واستخراج البترول، لكن دلوقتي الموضوع ده مش هيؤثر على عمل شركات البترول ابدا. طيب طالما الفكرة كويسة ومفيدة ليه مش بتتنفذ؟ الحقيقة الفكرة مطروحة بالفعل للتنفيذ من عام 2016 من أيام حكومة شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، ولأنه مشروع ضخم لازم بيتم دراسته من كل الجوانب، يعني مثلا حفر القناة بطول 75 كيلومتر من المنخفض لشط العلمين على البحر هيتكلف 14 مليار دولار، ده غير إنه هيكون فيه دواعي أمنية بسبب فصل الصحراء الغربية لنصين، فالمشروع ده مازال مطروح أمام الحكومة المصرية، وبالتالي لابد من اختيار وقت مناسب لتنفيذ المشروع بحيث ما يأثرش على المشاريع التانية. في نهاية الموضوع أنا شخصيا برجح فكرة استغلال المنخفض وربطه بالبحر المتوسط أكتر من فكرة ربطه بفرع رشيد أو النيل، لأنك بكده هتكون خلقت مصدر مياه جديدة وتوفر مياه النيل لمشاريع تانية. ياريت تكتبولنا رأيكم في التعليقات وبترجح أنهي فكرة فيهم، وفي النهاية نتمنى نشوف المشروع واقع إن شاء الله. وهنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك، ولو أول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.